يعلن المستشفى الإنجيلي العربي بنابلس عن مواصلة العمل في قسم جراحة الأعصاب المتطورة، وذلك من قبل مجموعة من أمهر أطباء جراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري، وفق الترتيب التالي: الدكتور مفيد يعقوب يوم السبت والأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع من 8 صباحا حتى 2 ما بعد الظهر. الدكتور حنا خمشتا يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 2 ما بعد الظهر. الدكتور جورجيت قديس يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 2 ما بعد الظهر. كذلك يعلن المستشفى الإنجيل العربي عن انضمام الدكتور مازن كزلك أخصائي أنف وأذن وحنجرة إلى العيادات الخارجية في المستشفى الإنجيلي العربي، وذلك كل يوم خميس من الساعة 8 صباحا إلى 2 ما بعد الظهر. كما ويعلن المستشفى أن العمل في قسم الطوارئ والمختبر وبنك الدم طوال 24 ساعة يوميا. للحجز والاستفسار 2383-818، وجدنا لخدمتكم. الدكتور الصيدلاني وليد القرة المدير العام.